الإنسان كي يكبر في السن معناها يكبر عقله ويكبر تصرفاته وتكبر معناها حتى أخلاقه. أما هالرجوع إلى الخلف معناها بتصرفات شبانية بتصرفات هي ظاهرة خارجة عن المجتمعات تاعنا. كاين مرات تلقاها كبيرة تصرف تصرفات شبانية، تلبس لباس غير محترم، تلقاي راجل كيف كبير كبير بزاف، تلقاه في طريق داير موسيقى يخلط في بنات صغار. جو بونس زعما بروبليم تاعهم ما عاشوش لونفونس تاعهم. بون هي تلاقيت بها بزاف، تلاقيت بزاف عباد اللي عندهم غوتو غداج يافسة عيانة بزاف، يقول لك اللي فات وقته ما يطمع في وقت الناس. لا سا سباس دون لا تيت. وحدة اللي عندها 40 طون ولا 50 طون ولا 60 طون، سي لاج تاعك، سي الاخلاق تاعك، سي التربية تاع الانسان اي تو، مي لا يهضروا هكذا جو سوي با داكور افيك او. كيما انا ما نكذبش عليك غوتو، انا غوتو مازالني دوكا مالغري هكذا كون نحب نقعد صغير، نحب نقعد صغير ماذا بيا ما نقعد. علاش؟ باسكو انا مش الدنيا دي مش معش منها، ما نكذبش عليك ماذا بيا نستيكي روحي نحب بيا نحي شلاغم باش نبان صغير كيف على هذيك. بالنسبه للوقت اللي رانا عايشين فيه مع التقدم مع التكنولوجيا ومع التطور والاخر، نقدروا ما نسميوهاش روتورداج، نقدروا نسموها مواكبه العصر. علاه؟ بويسك كيما الشيوخ الكبار والناس والاخر ما لحقوش، هما ثاني مساكن بكري بالتليفون التاكتيل هذه وبالوسائل التكنولوجيه والاخر، هي صدمه علينا صدمه احنا بالنسبه لنا احنا اللي جان والاخر، ما هما ثاني من حقهم باش يحكموا الطريق ثاني فيها.